عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمامنا الآن درس جديد ألا وهو الترتيب والعمليات، تابعونا لتستفيدوا على بركة الله. نبداو هذا الدرس، غادي نبداو بواحد المثال هو لنقارن. طبعا حنايا ملي كنعرفوا كنسمعوا كلمة مقارنة يعني كنفكروا إما في الرمز أكبر والرمز أصغر أو الرمز يساوي. طبعا ياك ما باقي شي واحد فيكم كيخلط هاد الرموز السنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي، ما يمكنش أنكم تكونوا باقي مازال كتلفوا بيناتهم. لو أنكم كتلفوا بيناتهم ديروا الطريقة القديمة ديال هكا وهكا، إذا وهذا كيشبه الرقم 7، إذا هذا هو الرمز أكبر، ثم إلى آخره هذا كيشبه الرقم 4، إذا الرمز أصغر. هذا فقط تذكير بسيط على أي. إذا خصنا نقارنوا عددين، إذا باش نقارنوا هنا غادي تكون مثال هو أننا نقارن جدر 7 ناقص 5. إذا هذا كله كعدد، لاحظوا أن هذه الكتابة غير قابلة للتبسيط. ثم 2 جدر 7 ناقص 4، مزيان. إذا باش نقارن ليا أنا هاد العددين، ما غاديش نلجأ للآلة الحاسبة، لأن الآلة الحاسبة غير مسموح للاستعمال ديالها. إذا خصني نفكر في واحد الطريقة كيفاش نعرف واش هذا اللي كبير ولا هذا اللي كبير. إذا هنا كاينة واحد القاعدة، انتبهوا معايا مزيان، لمقارنة عددين حقيقيين أ و ب، انتبهوا مزيان، إذا أ و ب نلجأ إلى الفرق حيث إذا كان أ ناقص ب أكبر أو يساوي الصفر فإن أ أكبر أو يساوي من ب، و أ ناقص ب أصغر أو يساوي صفر فإن أ أصغر أو يساوي ب. إذا باش نفهموا هذه القاعدة اللي تعطاتنا هنايا، غادي نديرو مثال بسيط لواحد الأعداد لعددين صحيحين، باش نفهموا انه راه كذلك يمكن استعمالها في الاعداد الحقيقيه. اذا ناخذ مثلا عددين صحيحين 4 و 2، طبعا الا جبناها شي دري من الابتدائيه راه باينه ان 4 اكبر من او اكبر من 2، ولكن الا لجأنا لطريقة الفرق، ماذا تقول طريقة الفرق؟ مثلا اذا كان هذا أ وهذا ب، أ ناقص ب يعني 4 ناقص 2 كتساوي 2، بما أن هذا العدد موجب فبالضرورة أ أكبر من ب، لاحظتوا مزيان. وإذا كان عدد سالب، لاحظوا مثلا ناخذ مثلا 3 و 6، لاحظوا أ ناقص ب تساوي 3 ناقص 6 تساوي ناقص 3، عدد سالب فبالضرورة أ أصغر من ب، ومن هنا نستنتج أن 3 أصغر من 6. في هذه الحالة يمكن لي نبدا باش ما بغيت، يمكن لي نبدا بجوج ناقص 4 أو 4 ناقص 2، المهم أنه خصنا نشوفوا أنه مثلا إذا كان عدد موجب في الفرق فبالضرورة فإن العدد الأول أكبر من العدد الثاني المطروح عليه، وإذا كان سالب فالعدد الأول أصغر من العدد الثاني. إذا غادي نطبقوا هذه القاعدة هنايا في الأمثلة، انتبهوا مزيان. إذا دابا هاد العددين اللي ما بينش شكون اللي كبير فيهم وشكون اللي صغير فيهم، سنلجأ إلى عمليات الطرح. إذا لنحسب الفرق، لاحظوا مزيان، إذا لنحسب الفرق، إذا كنديروا جدر مربع 7 ناقص 5 ناقص، إذا غادي ندير بين قوسين ناقص بين قوسين حيت عدد نديرو أقواس، ناقص 2 جدر مربع 7 ناقص 4، إذا أ ناقص ب، مزيان. الآن نتخلصوا من الأقواس، إذا بالنسبة للأقواس مسبوقة هنا بعلامة زائد، إذا كتبقى الإشارة كما هي، جدر مربع 7 ناقص 5، وهنايا الأقواس مسبوقة بعلامة ناقص كتغير الإشارة، لاحظوا هنايا كانت إشارة زائد كنحيدوها كتولي ناقص، يعني ناقص 2 جدر مربع 7 ناقص مع ناقص كتولي زائد زائد 4، لاحظتوا مزيان. إذا ماشي غير كنجيو كندير ناقص حيت عندي هنايا فرق ديال عددين كنديرو القوسين باعتبار أن هذا راه كله هو ب وهذا كله هو أ، عندكم الحرية نتوما تعتبروا شكون لي أ وشكون لي ب، ماشي مشكل هنا، مزيان. إذا نكملوا الحساب ديالنا، إذا
جذر 7، إذا هنايا عندي ناقص 5 زائد 4 هي ناقص 1. لاحظوا وغتبقى لي جذر مربع 7 ناقص 2 جذر مربع 7 ناقص 1، مفهوم؟ إذا هنايا كنكملوا الحساب، إذا جذر مربع 7 ناقص 2 جذر مربع 7، إذا ليش كتشبه ليا؟ كتشبه ليا الإكس ناقص 2x باعتبار جذر 7 لأنه ما بينناش النتيجة ديالو، ولكن راه كنعتبروه بحال إكس. لاحظوا معناه أن إكس ناقص 2 جذر مربع إكس ناقص 2 عفوا إكس تساوي ناقص إكس. إذا نفس الطريقة هنا، جذر مربع 7 ناقص 2 جذر مربع 7 كتعطينا ناقص جذر مربع 7 ناقص 1. يمكن لي نعمل هنا بعلامة ناقص كتولي لي ناقص جذر 7 زائد 1. ها هي خرجت لي النتيجة باش غادي تنفعني مزيان. إذا انتبهوا، بما أن جذر 7 دائما عدد موجب، حنا عارفين أن الجذور المربعة اللي شفناه في الدرس دائما كتكون موجبة. جذر مربع عدد موجب هو عدد موجب زائد عدد موجب فإنه موجب، وبالتالي موجب في ناقص ليه هو سالب، فبالتالي نستنتج أن هذا العدد سالب. وإذا كان سالب هذا يدل على أن العدد الأول أصغر من العدد الثاني، ومنه فإن جذر 7 ناقص 5 أصغر من 2 جذر 7 ناقص 4. لاحظوا المراحل اللي درناها هنايا باش نقدروا نتوصلوا لهذه النتيجة، مفهوم؟ لولا الفرق لما أمكننا نعرفوا شكون اللي كبير وشكون اللي صغير. مزيان، إذا الحالة خاصة طبعا إذا كانت أ ناقص ب تساوي صفر فبالضرورة أ تساوي ب، يعني إذا كانت النتيجة كانت منعدمة يعني أن العدد الأول يساوي العدد الثاني. إذا نتمنى أنكم فهمتم معنا هذه الفقرة، ننتقل إلى الفقرة الموالية. إذا الآن ننتقل للمحور الثاني، الترتيب والعمليات. أولا الترتيب والجمع، نقراو الخاصية ونعطيو مثال بالأعداد الصحيحة باش نستافدو ونفهمو هاد التمرين اللي غادي نجاوبو عليه الآن. إذا الخاصية تقول كا و أ و بي أعداد حقيقية، إذا ثلاثة بهم أعداد حقيقية تقدر تكون سالبة موجبة جذرية إلى آخره. إذا كان أ أصغر أو يساوي بي فإن أ زائد كا أصغر من أ أصغر أو يساوي من بي زائد كا. إذا كان أ أصغر من بي فإن أ ناقص كا أصغر أو يساوي ب ناقص ك. طبعا القاعدة كتبان مبهمة في استعمال الحروف، ولكن الآن غنستعمل الأعداد الصحيحة طبيعي باش تنتبهوا مزيان. إذا رجعوا لنفس المثال ديال 2 و 4 حيت عارفين حنا كلشي أن 2 أصغر من 4. مزيان، إذا لاحظوا مزيان أنه 2 أصغر من 4. لاحظوا واخا نزيد هنا 1، واخا نزيد هنا 1 دائما لاحظوا 2 زائد 1 3 أصغر من 4 زائد 1 5، يظل دائما 3 أصغر من 5. يعني لاحظوا كان في الأول عندي 2 4 زدت في كلا الطرفين 1 1 ما تغيرش ليا الرمز، بقى في نفس المرحلة. هذا هو المفهوم، إذا كانت أ أصغر من ب فإن أ زائد ك أصغر من أو يساوي ب زائد ك. نفس المثال الثاني هو أنه إذا نقصنا هنا 1 ونقصنا هنا 1، 2 ناقص 1 1، 4 ناقص 1 3، إذا و 1 أصغر أو إذا أصغر من 3. مزيان، إذا هنا غادي نجيو لهذا المثال باش نشوفوا واش فهمنا مزيان القواعد ولا لا. نعتبر إكس عددا حقيقيا بحيث إكس أصغر من 2 لنقارن العددين ناقص 2، العددين ناقص 2 وناقص 4. مزيان، ناقص 2 وناقص و اكس ناقص 4. اذا هنا كنشوفوا عطونا واحد المعطى، عطونا اكس ناقص اكس اصغر من 2، ومن هاد اكس اصغر من 2 خصنا نستنتجوا المقارنة ما بين ناقص 2 و إكس ناقص 4، من هو الأكبر؟ هل هذا أكبر من هذا الطرف؟ أو الطرف الثاني اللي هو ناقص 2 أكبر من الطرف الأول إكس ناقص 4؟ كنبداو بالمعطيات دائما في هذه التمارين. لدينا ماذا لدينا؟ لدينا إكس أصغر من 2. إذا وكنتبهو هنا مزيان، كنتأمل أشنو بغيت نبين، وكنشوف من هنا حتى لهنا أشنو درنا؟
من اكس حتى اكس ناقص 4 اشنو درنا؟ ناقص 4، يعني طرحنا منه ناقص 4. مزيان، اذا انايا غادي ندير اكس ناقص 4، ثم مادام انا طرحت منه ناقص 4 حتى الطرف الاخر يجب ان اطرح منه ناقص 4، اذا 2 ناقص 4. لاحظوا مادام طرحت نفس العدد حسب القاعده يجب ان احتفظ بنفس الرمز، يعني كتبقى لي اصغر. اذا لاحظوا اكس ناقص 4 غتبقى كما هي لانها كتابه لا تقبل التبسيط، ثم 2 ناقص 4 هي ناقص 2. لاحظوا طحت في هذا الطرف اللي خصني نقارنه مع هذا، ضروري خصني نطيح فيه لانه ما يمكنش نطيح في شي عدد اخر، والا فان التمرين سيكون مبهما جدا. اذا هنايا لاحظوا انه قارنت اكس ناقص 4 مع ناقص 2 انطلاقا من اكس اصغر من 2، واستنتجت في الاخر ان اكس ناقص 4 اصغر من ناقص 2. نتمنى انكم فهمتوا هذه الفقره الاولى ديال الجمع والطرح. غادي نشوفوا الفقره المواليه. اذا الان سنرى الفقره الخاصه التاليه في الترتيب والجمع. اذا نقراو القاعده A و B و C و D اعداد حقيقيه. اذا كان A اصغر من B و C اصغر او يساوي D فان A زائد C اصغر او يساوي B زائد D. نفس القضيه بالنسبه للعكس، اذا كان A اكبر من B و C أكبر من D فكذلك جمعهما سيكون أكبر من جمع الطرف التالي. إذا المثال بسيط غادي نعطيو هو أنه لاحظوا مزيان نفس القضية، أرجعوا نفس المثال ديال 2 و 4 وناخذوا عددين آخرين مثلا 3 و 7. إذا 3 غادي ناخذوا 3 و 1. لاحظوا مزيان أنه كنعرفوا حنا أن 4 أكبر من أو يساوي 2، وبالتالي عندنا نديرو أكبر قطعا، ثم 3 أكبر قطعا من 1. إذا بكل بساطة يمكن الاستنتاج أن حتى جمعيهما 4 زائد 3 ديال هذا الطرف سيكون أكبر من جمع هذا الطرف 2 زائد 1 اللي هي 7 أكبر من 3. يعني يمكن لنا نقارنو مجموع ديال طرف زائد على الطرف الآخر انطلاقا من المعطيات السابقة. إذا نشوفو المثال ديالنا اللي عندنا هذه المرة. إذا كان x و y عددان حقيقيان بحيث x زائد 3 أكبر من أو يساوي جذر 7، كذلك y زائد 5 أكبر أو يساوي 3، بين أن x زائد y زائد 8 أكبر أو يساوي من جذر 7 زائد 3. إذا هنايا في غرام على غرام الخاصية، إذا كنلاحظوا هذا الطرف كنتأمل المعطيات لدينا، لاحظوا مزيان 1 ولدينا 2، لاحظوا مزيان، شوفوا مزيان كنشوفوا خصنا نوصلوا لهذه. الا تاملنا هذا الطرف اش كنلاحظوا؟ كنلاحظوا انه قمنا بالجمع. علاش؟ اكس زائد واي زائد 5 زائد 3 8، وهذا الطرف زائد الطرف، يعني طبقوا لنا الخاصيه. اذا هنايا اش غادي نقولوا؟ لدينا نعاودوا نكتبوا اكس زائد 3 اكبر او يساوي جذر مربع 7، و واي زائد 5 أكبر أو يساوي من 3. إذا وحسب خاصية الجمع، إذا 1 زائد 2، إذا كنجمعوا الطرف 1 زائد 2، إذا اش كيعطيني؟ واي زائد اكس زائد 5 زائد 3 أكبر أو يساوي جذر مربع 7 زائد 3، وفي الأخير نحصل على واي زائد اكس زائد 8 أكبر أو يساوي جذر مربع 7 زائد 3. لاحظوا النتيجة اللي حصلنا عليها هي ديك باين اللي بغينا نبينوها. إذا نتمنى أنكم فهمتوا هذا المثال هذا وهذه القاعدة هذه. ننتقل إلى القاعدة الموالية.